السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من سلسلتكم الجديدة واللي اسمها تحدي الجمهور. ليش تحدي الجمهور؟ لأنه أنا بس قعدت على هذا الكرسي دفعت كثير، لأنه أنا بس قعدت على هذا الكرسي تبهدلت كثير، أو بالأحرى مش على هذا الكرسي، أنا بس قعدت في هذا المكان اتبهدلت ودفعت كثير، فقررت أني أعمل سلسلة جديدة وأسميها تحدي الجمهور وأتحداكم أنتم. يعني بمعنى آخر أعزائي المتابعين، هاي السلسلة هي رحلة استعادة الشرف واستعادة انه انا زلمة محنك رياضيا وبفهم في كرة القدم. انت كمتابع شو حتستفيد؟ حتستفيد في كل مرة بعمل هاي الحلقة وبغلط اكثر من 5 اغلاط راح تربح معاي $150. ومش بس راح تستفيد $150، لا، حتستفيد معلومات كروية. اذا انت جاهل ما بتفهم قد في كرة القدم حتستفيد من الحلقات اللي راح نعملها. كيف راح تربح $150 في حال غلطت اكثر من 5 اغلاط في الحلقات اللي بعملها؟ طبعا هاي باحلامك. راح اعمل سحب على الانستغرام، انزل بوست هناك وانت تعلق واحنا نختار، لاني تعرفت على تطبيق جديد هو بيختار من الكومنت رابح واحد، فالصراحه عجبني وقررت اعمل هذا التحدي. ومتابعين هاي السلسله انتوا بس اللي راح تربحوا $150. ليش؟ لانه في حال خسرت اخر الحلقه راح احكي كلمه، انت الكلمة هاي راح تمسكها وتروح تعلقها على بوست الانستغرام، وراح نختار في عملية السحب. اذا طلع اسمك مش حاط هاي الكلمة فلن تربح، اللي راح يربح هو حاط هاي الكلمة، ولذلك اللي راح يربح واحد منكم انتو اللي بتتابعوا هاي السلسلة، مش واحد من برا دخيل عميل، لا. فيلا بينا نبلش. بس قبل نبلش، لايك شير سبسكرايب، رابط حساباتي تحت في الديسكريبشن، تابعونا نتابعكم. شو تحدينا لليوم؟ اليوم تحدي صعب، سهل وحلو وخفيف ومثقف ولطيف. زي ما انتم شايفين اعزائي المتابعين، قدامكم رونالدو قدامكم ميسي. ميسي انتقل من برشلونه لباريس، ورونالدو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس. انا لازم اعرف مين قيمه انتقاله اكبر. يعني اذا ميسي مثلا قيمه انتقاله في 150 مليون وقيمه انتقال رونالدو في 100 مليون، القيمه الاكبر هي ميسي، فانا لازم اعرف مين قيمته اكبر في الانتقال. فيلا بينا نبلش. تحدي حلو، ها؟ قولوا الله يرجع. اول تحدي هو ميسي ورونالدو. ميسي ولا رونالدو؟ ميسي انا ما اذكر، رونالدو اذكر انه انتقل في 100 مليون. ميسي انتهى عقده فطلع فري، معناته رونالدو. اسمع ما تخلطش مي وزيت، اكيد قرقرلش قرقرلش اللي طبلوا اهلنا فيه، اللاعب المخضرم، اللاعب الذي سوف يحطم الدنيا، اللاعب اللي انفلم في مانشستر سيتي، كان المفروض وقع مع ميسي ولكن يا حسفاه. بيبي ولا شو اسمه ليون لارسنال حيكون يدفع مصاري كثير، اعتقد بيبي. ليش؟ ليش؟ لانه نادي انجليزي شاري لاعب، دقيقه، نادي انجليزي شاري لاعب من اي دوري ثاني حيشتريه بمبلغ كبير، اما باريس سان جيرمان يشتري لاعب من الدوري الانجليزي حتى لو باريس سان جيرمان معاه مصاري ولكن حيشتريه بمبلغ اقل. جوكوفيتش ولا جواو فيليكس؟ اعتقد انه جواو فيليكس انتقل ب 70 مليون صح؟ اسمع ما تقدرش، انا خلص حختم ام اللعبه، معنا 5 محاولات ما لازم اغلط. مين هذا اللاعب؟ استنى، موناكو ولا ليفربول؟ فابيانو. ايش؟ طب ما هو هذا دوري انجليزي، من دوري انجليزي لدوري انجليزي، طلع فرق 8 مليون بس. يلا جي 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 معي غلط. دي ماريا ولا اوزيل؟ دي ماريا راح مانشستر يونايتد، واعتقد مانشستر يونايتد دفع اكثر. دي ماريا دي ماريا دي ماريا يا ولد يا اسطوره. اليسون ولا هيغوايين؟ لا اليسون اليسون. قيمة شراء اليسون كانت كثير كبيرة، يمكن 40. ايش؟ هيغوايين ينعن عرضكم يا ليفنتوس، وحد ما بتشتري هيغوايين 90 مليون يخرب بيتكم 90 مليون هيغوايين. والله لا يوفقك يا هيغوايين، يعني خسرت في كاس العالم وجاي تخسرني انا. المفروض اليسون، المفروض انا فكرت فيها، يعني حارس ومهاجم، اكيد المهاجم حتكون قيمته اعلى. باي يلا ماشي، الواحد بتعلم. نيمار ولا لوكاكو؟ اكيد نيمار. لا دقيقة دقيقة يا اخوان، ما هو من، يعني لو قالوا من برشلونة، من باريس، من برشلونة لباريس اوكي، بس لا، من النادي القديم. ولوكاكو هسه شوف، هي كلفت صفقة نيمار من تحت الطاولة كثير اكثر من لوكاكو. وي العجقة، مين مين مين؟ بلش والله يخوف الله انه لوكاكو. لوكاكو لوكاكو يا الله، والله كنت احكي نيمار اقسم بالله. ماجواير من كوتينيو، كوتينيو لا ماجواير ولا يزم ماجواير يزم روح روح
روح توكل على الله. وعساس كوتينيو يعني كويس، انت الثاني روح توكل على الله. كوتينيو وسبعة 112 مليون. بول بوجبا ولا لوكاس هرنانديز؟ بول بوجبا 100 مليون اعتقد، او يعني بين ال 190 على ما اعتقد يعني. 105 واو. ابراهيموفيتش ولا دي بروين؟ انا حاسس انه اشترى دي بروين ببلاش. ابراهيموفيتش صح. نعم ابو منين. 75 مليون. ما انت حمار يا ابو سروال، يعني لاعب مانشستر سيتي شهري يعني اكيد حيكون اغلى. ما انا كنت مفكر انه شريف موهبة فذة وشراب بلاش. يا حبيبي كيف اشتروا كثير غالي. ستيرلينج خلص، السيتي في سيتي ستيرلينج. ما تقنعنيش. وين ابو منين ما انت ستيرلينج. والله يضحك كيبا. شكلي راح اخسر. قديش هيك؟ اربعة ضايل لي مرة واحدة بس. لا ضايل لي مرتين، يعني هي الخامسة والسادسة اللي بتحدد ان انا خسران. يا ساتر يا رب. لا نيمار 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 نيمار. ايوه من الهبل. رودريغيز ولا فيرنر؟ يا حبيبي يا حبيبي رودريغيز رودريغيز رودريغيز. ايوه 80 مليون. بقول يعني يومها تألق في كأس العالم وراح بريز اشتراه زي الهبل. شاكا ولا فرناندو توريس؟ شاكا. مانشستر سيتي مانشستر سيتي. روبن دياز ما تقنعنيش. خلاص احفظناها. ضايل لي مرة واحدة إذا خلاص خسرنا. فان دايك أغلى مدافع. هم باريس اشتروا بابي بس انتهى عقده ببلاش، ولا أخذوه إعارة بعدين اشتروه. يا حبيبي يا حبيبي. حضر بدر قال لي عمي عد 10 1 2 3 4 5 6 ايش مالي بقشر في اصبعين يعني؟ ما هو حيطلع على اصبعين. ايش في فان دايك اغلى مدافع في العالم اشتروه يعني، ولا ماجواير اللي مبابي مبابي. انا متاكد انه مبابي 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 مبابي. الو كريستيان بيريزيتش يعني ما اعتقد انه هالزلم الغانم، بس ديليخت يعني عملوا ضجة عليه. دي ليخت انا خايف انه عشان دوري انجليزي اشتروه. دوري انجليزي حيشتروه بغالي. هسه يوفنتوس بصحصح على دوري مش بكون شاري اللاعبين ب 10 مليون. دي ليخت صح. دي ليخت. الحمد لله. ارثر ولا اوسكار؟ اوسكار اوسكار. اوسكار عرضوا عليه مبلغ كثير خرافي. اوسكار وين عن ابو منين ما انت يا ارثر يا كلب. أمين والله أذكر كيف بقى. لسه ضايل لي فرصة على فكرة يعني عشان تكون بالصورة. مانشستر سيتي محرز ضايل لي فرصة يا أخو ضايل لي باسم بالله عليك بالعقل بالعقل نظبطها. ضايل لي فرصة يا إخوان أنا مش لازم أخسر. مانشستر سيتي مندي مندي ما تقنعنيش. هذا انتقل من مانشستر سيتي لبايرن ميونخ. لا اكيد مندي بس مندي. لسه ضايل لي محاوله يا اخوان ضايل لي محاوله. الو ميليتاو ميليتاو ولا بيريز صحصح عدوري واشتراه ببلاش؟ ميليتاو. واو 50 مليون. واو مين هذول يا ابوي مقدمهم؟ لا هذول شو تعرفني انا. اكيد مش الحارس اكيد فرناندو. طب هو كان حارس عصره فرناندو. طفي الكاميرا. السلام عليكم يعطيكم العافية يا جماعة كل الحب والاحترام لكم والسلام عليكم. بتقول كلمة صح؟ بديش احكي لكم اياها بديش احكي لكم اياها اضحك عليكم. 52 مليون يا يوفنتوس بتشتري حارس ب 2001. اقسم بالله ادارة يوفنتوس من اغبى الادارات في تاريخ، اغبى من ادارة برشلونة السابقة والله العظيم. اصلا يوفنتوس يعاني حاليا زي برشلونة من ورا الفساد اللي قاعد بصير عندهم. طيب الكلمة هي أعزائي المتابعين اللي لازم تكتبوها في البوست عشان تربحوا 150 دولار بوفون. يلا عشان نفوجي اكتبوا بوفون ما تحكوها لحدا بس انتوا اكتبوا عشان فرصة ربحكم تكون أكبر. اكتب بوفون وشو اسمه يعني. شكرا ولايك شير سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.